أخبار اليوم. ما تنساش إن إحنا يعني حبينا ننجح التجربة بتاعتنا وما نتدخلش فيها، وافتكر الكلمة دي كويس. يعني وسائل المعرفة المتاحة في الغالب وسائل الإعلام والوسائل الحديثة اللي هو التواصل الاجتماعي، ولازم نعترف إن إحنا احترمنا الدستور وسبنا ما نظمناش الإعلام وسبناه بلا قيادة. نختلف؟ لا نختلف. ما نختلفش. يبقى دي حقيقة، وبالتالي ما فيش دولة في العالم كده. بس إحنا حبينا نحترم إرادة المصريين في الدستور وننجح تجربتنا، ومش بس كده، والتجربة أفرزت فهم عند الناس، يعني أفرزت على عند المصريين، ابتدوا يفهموا إن لابد من ضبط للإيقاع ده، إيقاع العالم. مش عشان حاجة، مش عشان هو، عشان يحقق الدور الأمثل ليه. فنرجع تاني، ده وسيلة من الوسائل إن احنا نتواصل بيها مع بعض. لكن خليني أقول لك، احنا النهاردة أنا قلت المبادرة الشباب مبادرة تمكين الشباب، احنا عشان نعمل ده احنا بناخد 500 كل شهرين، لكن هنشوف اثارها لاول 500 بعد 8 شهور، يعني تقريبا سنة، عشان تعمل اعداد وتجهيز ل 500 شاب وشابة. اعداد وتجهيزهم لايه يا فندم؟ اعدادهم وتجهيزهم للقياده حقيقه، ان هو يعرف ويعرف اكتر، ويعرف يعني الدوله ومتطلباتها واشكاليات الدوله في مصر، على الاقل اللي احنا بنتكلم على مصر، فاحنا بنقدم لهم مصر وبنتكلم على كل المسائل.